اهلا واضح، انا بلقيس فتحي. باكل ضوافري كمان. بلقيس الملكة. بوبو، ما بحبش حد يقول لي بوبو. يا بوبو مش عارفة، يعني أشوف مثلا الحيوانات المفترسة وكده وما مهربش، يعني ممكن أشوفها خلف القفص. أنا حتى خلف القفص ما بشوفهاش، دي حاجة صعبة برضو إن تبقى عندك قوة تحمل تشوف الحاجات دي. حد قدامي بيكذب عليا وفاكر إن أنا هبلة مش فاهمة. انت على فكرة عايزة تطلعيني حد وحش في نهاية المقابلة دي؟ لا خالص، انا مش عايزة اكذب، انا بقول لك الحقيقة. يعني شعري، يا ريت عندك الجرأة دي، بس هي عايزة اقصه. يوم ما جبت ابني دع صغائر الأمور فكل الأمور صغائر. شكرا، واضح من غير ما تقولي.